هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. احنا بس عايز اقول لحضراتكم على خبر جديد، اللي احنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية الى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لان بوبوس بيدي معنى يا نهار ابوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح اطروحة اقليمية يعني تمتد الى البحر الابيض المتوسط، فيه مفهوم بحراوي ابيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بال يعني بالموزز برضو لو فيه بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس أنا حضرتك شايف يعني إن قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الأحمر، والأمور البحر الأحمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر أحمرية ده أنت الأحمرية، أنت مالك أنت بتتدخل ليه؟ أستاذ محسن، يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من ميدان الإنتاج العالمي؟ لا هي هتنطلق من هنا من قلب بيتي. بيتك 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 يا روح أمك، احتليته ايه؟ فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. برا برا برا، امشي من هنا برا. بيتك بيتك، ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العباسة دي؟ ايه لعبة؟ يلا ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع ده حتى ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسم. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا هجري بقى. مش هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجة، فاهم؟ لطفي لطفي، استنى يا لطفي. دي ست مش كويسة، قذرة سافلة منحطة. انت بتستنى بس يا لطفي، نديها فرصة تانية. فرصة؟ فرصة ايه يا هالة؟ يا ست فضيالنا اساسا، عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محدش حاسس بالمصيبة اللي أنا فيها، عطية مات وسابني على الحديدة، علي شيكات وديون لناس كتيرة جدا، كل يوم والتاني واحد ينطلي. كل اللي بتقوليه ده ايه دخله بقى بان كل ما ادخل انا ولطفي الاقيك انت والراجل ده فوق بعضكم؟ مين الراجل ده بس؟ بصي الراجل ده عنده شيكات ممضية بسبعة مليون جنيه، يعني ممكن يحبسني في اي وقت، وبعدين اكتشفت ان نص الفيلا اللي انا قاعدة فيها مكتوبة باسمي. كان ممكن تقولي الحقيقة لطفي، واكيد هيتصرف، اكيد هيقف جنبك. وانا ملحقتش بقى. كلميه بليز. الو هاي لطفي، معاك حق، بس انا طلبك علشان عايزه اقول لك ليا طلب واحد بس، اشوفك مره واحده بس. اوكي ميرسي باي.
جاي؟ طبعا جاي يا قوية. محسن بيه استاذ دبيب المحامي بتاع مهجة هاني. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وانا اخد عنبايه صفر. رايك برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه واحده حمراء واحده صفراء ها وانا اخد ايه واحده صفراء واحده حمراء كوكتيل. وايه هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات انا عايز فلوس. تاكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم. بس حضرتك عارف حال البلد ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهايه قولوا لي ها مش عايز قلب دماغ وحياتك. حبته هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه انا خد دي اديها هديه لمهجة هانم. اتفضل. سلام. ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده. ايه بقى؟ لا دي تعور والله؟ اه يعني بلاش؟ بلاش. اه بعدين. اه خليها بقى. صدر قرار من النيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شوية لغاية ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فترة التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها مش همضيع شوية. اسف يا باشا العربيات كلها محجوز عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بقى فتحية انتحر الحوار على كده بقى. الله عشان خاطر الحاجة. تعرف يا باشمهندس فتحية اللي قاعدة جنبك دي جوزها مفتري. دي لا دي ايه دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها اللي جنبها اه كل يوم والتاني يقوم رنينها علقة موت. تقوم سايبه له البيت وغضبانة ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحية دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها منين؟ يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله ده انت الكبير تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه. ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك. تبقى صرفت على ستة بس. اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص. لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. اه لقد حتفقى. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. اه فهمته ثانية. لا فلتو ثانية دي بتاعت الراجل الكبارة دوت اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر كله يأمن على بطايقه واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. اقسم هنا يا باشا. يلا بسرعة. ايه وبعدين؟
ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. يالا ده انت راكب صفيحة زبالة. انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جاي لك. ها جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي، هنقضي السهرة صباحي مع بعض. قول انت مين؟ معاك بطاقة يالا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معاكش بطاقة كمان؟ ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. انا اسف يا باشا. لا لا انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ايوه يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر يا باشا. مع الف سلامة.